اهلا بيك في اوري فليم. النهارده هستعرض معاك طريقه عمل عضويه جديده عن طريق الانترنت. اول حاجه بندخل على موقع الشركه www.oriflame.com.eg، بتتفتح لي الصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع، بختار منها تسجيل عضويه جديده، ومجرد ما بضغط على تسجيل عضويه جديده بتتفتح لي صفحه جديده. الصفحه فيها مجموعه من البيانات لازم اكملها عشان اقدر اعمل عضويه جديده، منها البريد الالكتروني. البريد الالكتروني ده لازم يتكتب بطريقه صحيحه جدا، لان هو ده اللي هيكمل معايا التسجيل العضويه، وفي نفس الوقت هو حلقه الوصل ما بين الشركه وما بين العضو. لو في اي عروض او في مجله شهريه للشركه بتتبعت له عن طريق رسائل على الايميل بتاعه. عندي بعد كده كلمه السر. كلمه السر بنختارها تكون كلمه سهله نقدر نفتكرها بعد كده، ممكن تكون تاريخ ميلاد، ممكن تكون اسم، ممكن تكون حروف وارقام، بس بشرط تكون سهله ان احنا نفتكرها، لان بدون كلمه السر مش هنقدر ندخل على موقع الشركه مره تانيه. عندي بعد كده بيانات بنكملها زي التحيه، النوع، الاسم الاول. الاسم الاول ده ممكن يكون اسم واحد او نكتب الاسم ثلاثي. عندي بعد كده اسم العيله، وعندي حاجه مهمه جدا وهي الرقم القومي. الرقم القومي بنكتبه 14 رقم زي اللي موجود في البطاقه بالظبط، بنتاكد ان الرقم القومي صحيح عشان نقدر نكمل تسجيل عضوي. عندي بعد كده الخانه بتاعه العنوان. الخانه بتاعه العنوان فيها اكتر من قسم، فيها رقم المنزل واسم الشارع، الدور، الشقه، علامه مميزه، المنطقه، المحافظه. عندي برضو بنختار المدينه، ولو المدينه مش موجوده بنختار المحافظه. كل البيانات دي لازم بنكتبها بدقه شديده جدا عشان لما ابعت اوردر بعد كده على البيت يوصل لي بسرعه وما يتلخبطش المندوب وهو رايح على العنوان. برضو حاجه مهمه جدا في البيانات دي اللي هو رقم الموبايل. رقم الموبايل ده هو وسيله الاتصال ما بيني وما بين الشركه، لو في اي عروض، لو في حفلات، او لو المندوب فرضا ان هو مش عارف يوصل ممكن بيكلمني على الموبايل وبيظبط معايا العنوان وبعد كده بيوصل لي. عندي خانه اخيره وهي كود العضو الراعي. لو في انا اعرف حد في الشركه هو اللي ساعدني ان انا اعرف اوريفليم، او لو اعرف حد في الشركه ممكن بدخل رقم العضويه بتاعته، لو ما اعرفش ممكن اسيب الخانه دي فاضيه. ممكن دلوقتي نجرب نعمل عضويه مع بعض. اول حاجه زي ما قلنا البريد الالكتروني، وليكن البريد ده، نختار كلمة السر، اي كلمة سر. بعدين بعد كده بنختار انه مستر او ميسز، هنا اسمه محمود فبنختار مستر. بعدين بعد كده النوع ذكر، ممكن نكتب الاسم محمود والاسم التاني محمد، او نكتب محمود بس. اسم العيلة وليكن علي. الرقم القومي بنكتب ال 14 رقم موجودين في البطاقة. بعدين بنكتب العنوان، رقم المنزل، والشارع، الدور، والشقة، ولو في حاجة مميزة جنب البيت. بنكتب المنطقة والمحافظة، وبنيجي هنا نختار المنطقة المفروض عندنا شبرا فبنختار حرف الاس، بتطلع لي قايمة بختار منها شبرا. لو ما لقيتش المكان بتاعي او المنطقة بتاعتي موجودة في القائمة ممكن برجع اختار كايرو او القاهرة. نكتب هنا رقم الموبايل وليكن، اي رقم تليفون، طبعا احنا بنختار رقم عشوائي. ممكن لو اعرف حد في الشركة بحط كود العضو الراعي، ما اعرفش حد في الشركة بسيب الخانة فاضية. بضغط اوافق على الشروط والاحكام، وبضغط في الاخر سجل.
مجرد ببلغ بسجل بتوصل لي رسالة على الإيميل بتاعي فيها البيانات بتاعتي وفيها لينك بقدر أدخل أو رابط بقدر أدخل منه على الموقع بتاع الشركة. في نفس الوقت لو أنا مدخل عضو راعي أو رقم عضو راعي بيوصل له مسج إن في عضو جديد دخل عندك وبالتالي هو يقدر يتابعني. الموضوع سهل جدا وشكرا لاستماعك.